أهلا بكم. تحاول الحكومة جاهدة دفع الصناعة الوطنية بشتى السبل والطرق في المرحلة الراهنة التي نمر بها، التي تعتبر فيها عملية دفع الصناعة حجر زاوية حقيقي لدفع الاقتصاد المصري. من هنا أتى الاهتمام بضرورة أن يكون المنتج المحلي والمكون المصري جزء لا يتجزأ من العناصر الرئيسية في عملية الصناعة. ومن هنا تمت صياغة قانون جديد يحتم في عمليات الصناعة أن يكون المكون المصري هو المكون الأكثر تفضيلاً في عمليات الصناعة والذي يتم الاعتماد عليه. ترى ما هي أهمية وجود مثل هذا القانون؟ هل يمكن الاعتماد على المكون المصري بشكل كامل في هذا الإطار؟ أم أننا مضطرين للجوء للمنتج المستورد في بعض الأحيان؟ ما هي الأحيان التي تحتم ذلك؟ وما هي أهمية هذا القانون؟ والعشرات من الأسئلة الأخرى التي نحاول طرحها في هذه الحلقة من خلال السؤال التالي: ما هي أهمية الموافقة على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؟ ما هي أهمية الموافقة على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب في أن تتواصلوا معنا عبر فضاء الإنترنت للإجابة عليه وإبداء الرأي من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب وإنستغرام من خلال همزة وصل إي جي. همزة وصل إي جي سبيلكم للتواصل معنا. والبداية دوما بالتقرير للتعرف على أهم ملامح الموضوع، دعونا نطلع عليه سويا. في إطار سعي الدولة لتعزيز دور الإنتاج المحلي للنهوض بالاقتصاد المصري، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. القانون المقدم من الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي تحت عنوان تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 يهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة، كما يهدف القانون إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وذلك من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون. يلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض أو رفع نسبة المساهمة للمكون الصناعي المصري بنسبة لا تتجاوز 10%. ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمخابرات العامة وعقود الوزارات والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها. كما يعفي القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري. من جانبه أكد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن القانون الجديد جاء من منطلق حرص الدولة على صالح الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أنه سيمنح المنتج المحلي الفرصة العادلة للمنافسة في الإنشاءات والمشروعات القومية الكبرى، فضلا عن أنه يحافظ على الصناعة المصرية. هذه هي أهم ملامح موضوع حلقة اليوم، دعونا نطلع على المزيد من آرائكم ونبدأها مع محمد حكم. ماذا لديك محمد؟ شكرا مجدة. بالفعل هناك العديد من التعليقات حول سؤال حلقة اليوم الذي يقول: ما أهمية الموافقة على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؟ البداية مع محمود الضوي يقول: نعم يجب الأهمية والموافقة على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية لزيادة دواعي الأمان والسلامة وحماية معلومات الأمن القومي والخدمات، لأن بعض الأجهزة الإلكترونية الأجنبية قد تكون خطر على الوطن. أيضا تشجيع المنتجات القومية لكل المجتمع وعلى شروط معايير الجودة والإتقان والضمان لكل المناقصات والتوريدات الحكومية للمنتجات القومية سواء بأمر مباشر أو مناقصة، مع زيادة لائحة المراجعة والدقة والمراقبة وتقليل عدم الاستيراد.
عبد الرحمن ومالك يقول القرار أهمية كبيرة جدا في تدعيم الصناعة المصرية وخلق منافسة قوية بين المنتجين المصريين حتى يوصلوا بالمنتج إلى أعلى جودة ممكنة، ولكن على الحكومة الرقابة القوية على الجودة حتى لا يتم التلاعب والرشاوة، لأن هذا القانون سلاح ذو حدين، الأول هو دعم كامل للصانع المصري والثاني هو الاحتكار للأصناف التي تورد الحكومة، فلا بد من إيجاد المنافسة وكل يصب في مصلحة المواطن. محمد حبيش، لكي يتم تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وللمستهلك كافة يجب أن يكون ذو جودة، ولن أقول جودة عالية حتى لا يكون إهدار للمال العام والخاص، حتى لا يمكن أن يتم إلزامنا بقانون لشراء منتج جودة ضعيفة ومن مصانع بئر السلم. ممدوح أبو عاصي، مشارك آخر، قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية سوف يساهم في النهوض بالصناعة المصرية وخلق فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، وفقنا الله لما فيه خير. قبيسي القاضي، أنا لم أوافق على القانون لأنه يلزم وزارة التربية والتعليم بشراء أجهزة إلكترونية لتطبيق منظومة التعليم الجديدة من مصانع مصرية، حيث أن صناعة الإلكترونيات في مصر لا زالت وليدة والأجهزة ينقصها بعض الكماليات وغير قادرة على التنفس عالميا وبتكلفة عالية جدا، وتوجد أجهزة أرخص منها في السعر. فيفيان صبري، نحن نؤيد وندعم هذا القانون لأنه يعطي للمنتج فرصة للمنافسة العالمية والنهوض بالصناعات المصرية، ويمنح فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، وهذا يشجع الصناعة والاستثمار المحلي. هذه مجد أغلب التعليقات التي وصلت إلي، في انتظار المزيد من التعليقات لكي أقرأها لك مرة أخرى. أنتقل إليك زميلتي مجد. محمد عبد الحكم، شكرا لك. دعوني أتوقف أمام أننا جميعا بالتأكيد نحبس فكرة أن يكون لدينا تفضيل للمنتج والمكون المصري داخل الصناعة المحلية، وأن تنطلق هذه الصناعة العالمية. السؤال الآن، هل يستطيع المكون المصري أن يقدم نفس جودة المكون الأجنبي الذي نعتمد عليه في بعض الصناعات؟ لماذا ظهر قانون التفضيل إذا كان المكون المصري من الممكن أن يكون أقل سعراً، أكثر إتاحة، أسهل في عملية الاستيراد؟ الكثير من النقاط التي أعتقد أننا نعرفها ولا يجب أن نسهب فيها. دعونا نطرح الأفكار ونتكلم عن فكرة الجودة وهي معيار المنافسة من خلال فكرة الجودة. بداية الحوار معنا الأستاذ محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة، والمهندس سمير مرقص، عضو اتحاد الصناعات. أرحب بالضيفين الكريمين. بداية الحوار مع الأستاذ محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة. أهلا بك يا أستاذ محمد. يا أهلا بك وعلى السادة المشاهدين جميعا. أستاذ محمد، أنا دلوقتي فكرة طرح أن يكون المكون داخل المنتج جزء منه ملزم أنه يكون مصري، ده طرح جيد جدا وقانون سعينا إليه، لكن فكرة هل المكون المصري قادر على أن يقدم لي نفس الجودة في المنتج في النهاية هي الأهم هنا في هذا الطرح. طبعا أنا أقول لسعادتك أن احنا يعني عاوزين نقول، احنا أو بنقول أن الصناعة هي قاصرة التنمية، مش عاوزين نستعمل هذا كأسلوب كلام. لابد من التطبيق هذه المنظومة بكل جدية وبكل قوة، وأنا عندي مبدأ بقوله ولا قولا واحدا أن المنتج المصري أفضل من المنتج الأجنبي، وأن عندنا منتجات صينية رائعة جدا وتدخل في المنصات. إيه السبب؟ المنتج المصري له مواصفات قياسية، المنتج الأجنبي ليس له مواصفات قياسية في مصر. فأي حاجة بتخش وأي حاجة بتيجي والناس بتفرح إن ده صناعة أجنبية وبتغير التيكت وبتغير الحاجات، إنما المنتج المصري له مواصفات قياسية ملزمة للمصانع للإنتاج بتاعه والجودة والتفكيك والرقابة والحاجات. نعم. لما نيجي نقول المنتج الأجنبي، أنا بقول لا، هو المنتج المصري، ولابد مش هنقول 40% زي ما القانون. أنا كنت ضد خدمة 40%، أنا كنت عايز أقول المنتج بالكامل بتعميق الصناعة، المنتج المصري هو أساس تنمية مصر. طيب هو احنا لو نقدر على 100% احنا هنكون سعداء جدا، لأن مفيش حد عايز يدور على منتج من بره يدفع فيه فلوس. طيب تمام. لما أنا خاضع للمواصفات القياسية، أيوة، منتجي على أعلى قدر من الجودة، تمام، ليه كنت بتعامل مع في 40% من المكون على منتج مستورد؟ لسبب لأن النهاردة المنظومة فيها شيء غلط، بس بتعاملي لأن المنتج المصري
كويس، لا المنتج المصري جيد ويقدر يديك اللي انت عايزاه. وبعدين انا هقول لك حاجه، انت بتتكلمي على ايه؟ ما انت عندك الحديد المصري وعندك ال يعني انا بديك امثله، الحديد المصري والاسمنت المصري والسيراميك المصري والانتاج المصري ده الاول والاخر. انما النهارده اللي بيلجا للمنتج الاجنبي ده يعني بيبقى في شيء غلط، المنتوج نفسه في حاجه غلط، في حاجه غلط. النهارده لازم ترجع المصانع، لان اولا اوفر عمله صعبه، اشغل ايدي عامله، هرجع اساعد المصانع دي على انها تصدر. يعني النهارده انا بقول لازم كل المناقصات والمزايدات واي شيء بيتم عن طريق جهاز حكومي لابد يخش عن طريق المنتج المصري اولا واخيرا. عظيم، مفيش حاجه اسمها كده. عظيم عظيم. اسمح لي يا استاذ محمد ان انا انتقل بالحوار للمهندس سمير مرقص، عضو اتحاد الصناعات. اهلا بك يا باشمهندس. انا اسمي سمير رياض. سمير. عفوا يا فندم، هيتم تعديل الاسم حالا على الشاشه، هو خطا غير مقصود بالتاكيد. مهندس سمير رياض، عضو اتحاد الصناعات، اهلا بك. اهلا بك. دلوقتي انا اللي بتكلم عن قانون لتفضيل المنتج المحلي في هذا التوقيت تحديدا. ما كان عندنا قانون قديم لتفضيل المنتج المحلي، وجود قانون جديد مع آليات الموجودة في هذه المرحلة، مع السعي الحكومي لدفع الصناعة كواحدة من أهم الأسباب في دفع عجلة النمو بشكل عام في مصر، إلى ما يشير هذا الأمر وما هي أهميته؟ طبعا حاجة مهمة جدا أن احنا نعتمد على المنتج المصري، لكن أنا عايز أقول دلوقتي سياق عملية الجودة. الجودة بتخضع إلى قياسات، وبدون قياسات لا يوجد منتج جيد ومنتج غير جيد. إذا القياسات هي اللي بتحدد إذا كان المنتج ده جيد أم لا. عظيم. هنا هو إحنا يجب أن إحنا نتبع هذا الأسلوب. وبعدين الفكر نفسه بتاع الصناعة والفكر اللي هو موجود ده نتبناه، وده بنتبناه عن طريق طبعا التعليم والدراسة، وإن إحنا نخلق كوادر الصناعة تستطيع أنها تكفي بهذه الاحتياجات وبهذه الأصول. فحضرتك إذا هي منظومة كاملة يجب أن احنا نتبعها علشان يبقى المنتج آخر منتج تقدر نلبسه وناخده وننافس فيه. وبعدين حكاية مصري أو أجنبي ده موضوع نسبي وبرضه بيخضع للقياسات، ما نقدرش نعمل. طيب لما هو في خضوع للقياسات، هو ده السؤال اللي محيرني أنا شخصيا. يعني ما دام في خضوع للقياسات، كان في ليه لجوء للاستيراد بما ان الاستيراد مكلف ومرهق؟ حضرتك ما تقدريش كمان تعملي كل حاجه، انت في سنه 2018 انت ما تقدريش تعملي كل حاجه مع عمليه العولمه وعمليه الدنيا اللي مفتوحه على العالم واحتياجات الانسان المصري. هنقدر نوفر له كل حاجه داخليا؟ اذا يجب ان يكون هناك استيراد. وبعدين حضرتك ما بتستورديش حاجه، انت بتستوردي التكنولوجيا عشان احنا نستفيد منها. هو ده اكيد. هو احنا ما بننفيش فكره الاستيراد يا باشمهندس، احنا بنتكلم عن نقطه تانية. هو انا ليه يكون عندي بديل محلي وانا بستورده ما دام الاثنين خاضعين لمواصفات قياسيه انا بستخدمها في عمليه الصناعه في النهايه؟ حضرتك انا يجب ان احنا نسيب السوق هو اللي يحكم على هذه الامور. بالظبط. فاليات السوق هي اللي هتقول لي اذا كان ده كويس ولا وحش، ده اقدر استورده ولا اقدر اخده محلي. اذا هو السوق هو العامل الاساسي في تحديد اذا كانت هويه هذا المنتج وان احنا نقدر نتداوله او لا. اذا يجب ان احنا نسيب اليات السوق انها تخضع لها، عشان اللي هو المستخدم لهذه الحاجه هو اللي يقول لنا اذا كنا نشتريها من هنا او من هناك. نعم. فهنا يجب ان احنا نتبع هذه النظم علشان نقدر نحكم على الاشياء، لكن احنا نطلع قوانين ونقول ده ما نشتريهوش وده نشتريه، لا، احنا بنطرحه على المستهلك وهو اللي بيقرر. طيب احنا هنا بنتكلم على تفضيل، قانون التفضيل ده المنتجات المصريه في العقود الحكوميه، يعني القطاع الخاص مش ملزم بانه يستعمل هذا المكون المصري بنفس النسبه، هو ده مش هيعمل تفاوت في طبيعه الانتاج بشكل عام؟ احنا مش عايزين نوصل الامور ان احنا نحتكر اي شيء، يجب ان نتنافس سواء مع اجنبي او غير اجنبي. انا مدرسة ان انا اتنافس مع اي شيء، اذا كنت انا عايز انا المنتج المصري استخدمه يبقى انا له الحق ان انا اقول والله ده احسن موضوعا وشكلا وثمنا عن المنتج الثاني فبالتالي اخده، لكن ان انا اقول والله ده انا احتكر هذه السلعه وبعدين ان انا الجوده تروح مني والدنيا تروح مني ويبقى ده يبقى الاساس بتاع القرار ده هو ان هو ان انا اجيب سلعه رديئه وبعدين عشان هي مصريه اقدر استخدمها، انا
ومن طيب الاحتكار هو كده، هو ده مش مفهومه احتكار، هو ده ان هنا الحكومه بتحاول انها في عقودها الحكوميه تلتزم بنسبه ال 40% بقانون يفعل ده. انا هنا بتكلم عن القطاع الخاص، وانا ليه فعلته للحكومه او العقود الحكوميه وما فعلتوش للقطاع الخاص، بما ان انا مهتم بشكل او باخر ان المكون المصري ما دام قلنا من البدايه انه مطابق للمواصفات القياسيه يتم استغلاله واستخدامه كجزء اساسي في اليات وعمليه الصناعه، وطبعا توفير في عمليه الاستيراد. حضرتك التنافس اساس كل شيء. اكيد قرار ان انا اخد ده ولا ده هو عمليه التنافس. عمليه يعني باينه وظاهره جدا اذا كان هناك تنافس، واذا كان حاجه سلعه جيده وسعرها كويس طبعا الناس هتقبل عليها سواء حكومه او غير حكومه. فحضرتك ليه احنا ما بنتكلش على ليه على القياسات، وما بنتكلش ليه على اليات، وما بنتكلش على العرض والطلب؟ لازم ان احنا نستخدم هذه الاساليب عشان ما نسيبش حد يحتكر شيء وان هو بعد كده نندم على هذه القرارات اللي احنا بناخدها. ده هيوفر ايه للسوق في الفتره القادمه من وجهه نظرك يا باشمهندس؟ حضرتك السوق محتاج، شوف حضرتك ايه اللي احنا بنستورده. خلينا نحط كل الحاجات اللي احنا بنستوردها نحطها قدامنا كده ونشوف سعرا وموضوع من الحاجات دي، ايه اللي نقدر نعمله منها وايه اللي ما نقدرش نعمله منها، وده يبقى اساس ان هو فكر التصنيع بتاعنا يبقى قلنا ناجم عن متطلبات السوق ومتطلبات الدنيا دي. فاذا كنا نقدر نتعرف عليها ونفننها ونعملها وندرسها يبقى هو ده احسن حل النهارده، ان احنا نقول لاولادنا والناس كلها السلعة دي تعملها والسلعة دي ما تعملهاش، والسلعة دي هنقدر نعملها بجودة أحسن، السلعة دي بتتكلف كذا، ودي هنا خاماتها موجودة وهنا في خاماتها هتتورط، كل الحاجات دي كلها يجب أن يكون في ناس بتدرس هذه الحاجات دي كلها وبتدرس هذه الأمور عشان توصل الدنيا كلها. يبقى عندنا استراتيجية للصناعة واستراتيجية للتجارة ونربط الاثنين ببعض، وإزاي نختم هذا الانسان المصري اللي هو موجود والمستهلك المصري ونديله حاجه كويسه وباسعار كويسه. بالتاكيد. ما هو في الاخر الهدف بتاعنا. نعم، هو الجوده في النهايه، بنقدم منتج جودته عامله ازاي؟ الجوده موضوع مفروغ منه يا فندم، احنا ما ينفعش نتكلم على جوده. الجوده دي مفروغ منها وما يصحش ان احنا نتكلم على جوده خالص، لان الجوده عدم جوده اي منتج هو مرفوض تماما وما ينفعش نتكلم فيه. هو ما ينفعش نتكلم فيه، بس هو لازم نتكلم فيه عشان نوصل له. ولا هو ده ابدا، ولا ده موضوع ان احنا نتطرق اليه. جوده المنتج ده اساس لاي عمليه وما نتكلمش في اي حاجه ثانيه. في حاجه اسمها مرفوض وفي حاجه اسمها رفض. اي حاجه مرفوضه ده عظيم، انا بتفق مع حضرتك في فكره ان الجوده امر مفروغ منه، بس عشان نوصل له لازم نناقشه، ده شيء منطقي برضه. هو مش عايز قانون ولا عايز مصلحه ولا عايز حاجه، هو عباره عن فاضل صانع يعمل الجوده دي بمواصفات الحاجه دي بمواصفات معينه وبالتالي بتبقى مقبوله او غير مقبوله. عظيم عظيم، انا بشكرك كثيرا مهندس سمير رياض عضو اتحاد الصناعات على هذه المداخله. اسمح لي اعود بالحوار للاستاذ محمد الزيني وكيل لجنه الصناعه. استاذ محمد ما زلت معي؟ مع سعادتك. استاذ محمد، ايه الفارق ما بين القانون الجديد او تعديل القانون الجديد وسابقه في هذا الاطار؟ انا ملاحظ ان انتم اخذتوا الحوار لحته بعيده عن القانون. لا، احنا بنناقش القانون والجوانب المتعلقة به، ده الأمر الطبيعي. القانون ليس القاب بالكلام ده كله، تمام؟ القانون هو قانون إلزام للجهات الحكومية في استعمال أو في الحتمي المنتج المصري داخل المنعطفات والمزايدات بالتعميق الصناعة ال 40% اللي بنقول عليه. إنما لما احنا نيجي نتوسع في الحديث وندخله جوانب ثانيه يبقى احنا هنطلع القانون من المفهوم بتاعه. نعم يا فندم، معلش ما سمعتش حضرتك بشكل جيد، بيبقى احنا ايه؟ هنطلع يعني هنخرج القانون من مفهومه. هنخرج القانون من مفهومه، نعم. القانون النهارده الزام للحكومه والجهات الحكوميه والمؤسسات باستعمال المنتج المصري بالتعميق او بالتعميق عشان تعميق المنتج المصري ب 40% زي ما احنا اتفقنا. عظيم. احنا بنجري على هذا الموضوع عشان يبقى التزام للجهات الحكوميه، لان احنا عارفين ان المناقصات دي بارقام، والمناقصات دي يعني فيها ارقام هتقدر تدي دفع للصناعه اللي موجوده، بدل النهارده ما يفتح مجال
المنتج الاجنبي. طيب السؤال المنطقي يا استاذ محمد هو دلوقتي لو انا بلزم القطاع الحكومي عشان اوفر في فلوس القطاع الحكومي بحيث اقدر استغلها بشكل جيد، لان المنتج المصري زيه زي المنتج الاجنبي، ليه ما بخليش ده يسري ايضا على القطاع الخاص دافعا للمكون المصري؟ وده سؤال منطقي برضه لاحق يعني. تمام، انا يعني مش هقدر القطاع الخاص ادخله في 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 الزمه في الحته دي عشان حته المنافسه اللي بينهم او عشان القطاع الخاص انا ما تدخلش فيه كاليات سوق. انما هو في نقطه مش عايز افوت عليك، ان اللي بيخش في المناقصات الحكوميه القطاع الخاص. عظيم. يبقى انا الزمت القطاع الخاص بطريقه غير مباشره معايا كحكومه. تمام؟ يبقى انا الزمته معايا كحكومه ان هو لما يجي يقدم في مناقصه عندي لازم يحط لي المنتج المصري. معايا يا استاذك؟ فاهمه؟ انا فهمتك كده، وضحت النقطه دي تحديدا. تمام. هو اصبح بص انا الزمته بس ما الزمتش مباشر. انا هقول له لو كنت تشتغل معايا الزمته في التعاقد معاك لو هو بيتعامل مع طرف حكومي انه هيتعامل مع المكون المصري اللي نسبته 40%. فهمتك. تمام. وضحت. نعم. طيب استاذ محمد، ايه الفارق ما بين القانون ده في تعديله وسابقه؟ الالزام وتعميق الصناعه. الالزام، وده اللي احنا كنا بنطالب بيه وبنجري وراه في مجلس النواب عشان ندي فرصه للصناعه لتقوى. احنا النهارده بنعمل ايه في لجنه الصناعه؟ هدفنا الرئيسي نمره واحد ازاله كل المعوقات والعوائق اللي قدام الصناعه بحيث ان الصناعه تنطلق وما تبقاش متكثفه. نمره اثنين فتح جميع المصانع المتعثره. تمام؟ ودي لها نوعين، نوع اجراءات اداريه ودي تم الخروج منها الحمد لله بالترخيص بالاخطار والحاجات دي واعطاء الدفعه لهيئه التنميه هيئه التنميه الصناعيه ان هي يبقى لها الاولويه في الاراضي والتوزيع والانطلاق. يعني بنخلي في حريه القرار، حريه القرار عند الجهات الحكوميه اللي كانت ماشيه بالروتين ده كله، خلصناها من الروتين ده بحيث ان احنا تبقى الصناعه تقدر تتحرك او القرارات الصناعه تقدر تتحرك بحريه مطلقه ان هي نعم يبقى في تنميه في البلد. استاذ محمد، هل حسبتم او هل في دراسه جدوى اقتصاديه بتقول ايه الوفر اللي هيتم حصده نتيجه هذا القرار؟ صراحه انا يعني الحته دي يعني ما عنديش يعني ما عنديش الرقم عشان ما تديش ارقام كده. انما بالمنطق ان انا هوفر عمله اللي هو الاستيراد ده. لا ده ما فيهوش شك، انا بس كنت بحاول انقل للجمهور بالارقام احنا هنوفر قد ايه. نعم. لا لا ما يعني الرقم مش عندي عشان طبعا ممكن اقول اي حاجه. نعم انا اشكرك كثيرا استاذ محمد الزيني وكيل لجنه الصناعه، اشكر ايضا المهندس سمير رياض عضو اتحاد الصناعات على ما قدمه من اراء في هذا الجزء من الحلقه. دعونا نهبط للشارع نستطلع راي الجمهور في الامر. ومفروض على كل مصري ان يؤيد هذا القانون، لان القانون ده هيرفع من الصناعات المصريه وهيرفع من الاقتصاد المصري وهيقلل من العمله الاستيراد اي عمله اي منتجات خارجيه وهيشجع الصناعه المصريه. بالنسبه للقانون اللي بيصدر لازم قبل ما نناقش القانون ونصدره لازما نعمل منتجات تليق بالانتاج المصري. مش مهم اصدار قانون، احنا كل يوم بنصدر قانون. اهم شيء عندنا ان احنا نعمل منتجات تليق بالمستهلك المصري وتنافس الاجنبي. على الاقل احنا هنشتغل وهنلاقي شغل في, في في البلد. بس احنا ما بنصنعش حاجه، ايه اللي بنصنعه في مصر؟ احنا كل شغلنا على المستورد دلوقتي. كل واحد عايز يعمل بطاقه ضريبيه، بطاقه استيراد عشان يستورد. لا، فانت لازم النهارده تقلل الاستيراد ده في انك تدعمه وتوفر له خدمات عشان ما يستوردش. لان المنتج المصري ده مهم جدا، وبدل ما بنستورد يبقى عندنا اكتفاء ذاتي بحاجتنا على الاقل عشان نرتقي بنفسنا. المنتج المصري يبقى موجود ونشجعه، مش نشجعه بنسبه 10% ونصدره بنسبه 90%. هو ده المنتج المصري. مش هنشجع كبريتات اخشاب بنستوردها وبنصنعها. طبعا عايزين نصدرها وما نصدرهاش.
ده كان نخبة كده من آراء الجمهور في الشارع. ترى ماذا عن بقية الآراء التي جمعها لدى محمد عبد الحكم؟ دعونا نتوجه إليه. ماذا لديك محمد؟ شكرا مجدة. بالفعل هناك العديد من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم. البداية مع محمد الشريف اللي بيقول جاء مشروع القانون المعروض لتلافي أوجه القصور في القانون رقم 5 لسنة 2015 المشار إليه وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية وما يستتبعه من توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي مع مراعاة الجودة والدقة. مصر تستطيع. أبو أدهم الشرقاوي: هذا القانون هو سلاح ذو حدين. الأول عدم الرقابة الفعالة على المنتج المحلي وتفتح باب للمحاباة والمحسوبية والرشوة في هذا الموضوع. الأمر الآخر: أنا من مؤيد المنتجات الصناعية المصرية وتشجيعها على المنافسة العالمية والاحتفاظ لمصر بمكانتها ومنتجاتها المتميزة بين منتجات العالم، فيجب العمل بصدق على القضاء على الفساد وإعادة صنع في مصر بكل فخر واحترام. أخيرا أيمن النصري هو مشارك آخر يقول: أهمية الموافقة على قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بأنه يشجع على الصناعات المصرية بمختلف منتجاتها من صناعة إلكترونية وتطوير المنتجات الحالية من حيث أتاها الآخرون جيل من بعد جيل، وعلينا بأن نفتح الملفات القديمة المتراكمة على الصناعة المصرية ونقل الاقتصاد المصري في السوق الوطني والتشجيع أكثر فأكثر على فتح باب الاستثمار في ربوع الوطن. وأيضا من جهة أخرى على الدولة أن تعيد وتفتح مصانع وطنية مستقلة بالمنتجات المصرية 100% في ربوع الوطن، لأن مصر فوق الجميع وتحيا جمهورية مصر العربية. إذن يعني مجد، هذه التعليقات، كل التعليقات التي وصلت إلي قد قرأتها، الكل أو المعظم مرحب بهذا القانون والبعض يطالب برقابة أكثر وسرعة إنهاء هذا القانون وتطبيقه على الأرض. أنتقل إليك الآن مجد لكي تستكملي الحلقة. شكرا لك محمد، وشكرا للآراء التي نقلتها عن الجمهور. دعونا نكمل الحوار. ترى هل ما هي طبيعة هذا الإلزام؟ هل هناك بعض الصناعات يمكن أن تعفى من هذا الإلزام، مثلا صناعة السيارات، صناعة التكنولوجية؟ هل هناك بعض الصناعات قد تخرج من هذا الإلزام؟ كيف حدد القانون أيضا نسبة المكون المحلي في المنتجات المقدمة للعقود والصفقات؟ على أي أساس؟ تعالوا نطرح هذه الأسئلة ونحاول أن نكمل هذا الحوار بشكل فعال. معنا عبر حوار في هذا الجزء دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، والمهندسة فايزة أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة. أرحب بضيفين الكريمين. أبدأ الحوار مع المهندس دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. أهلا بك يا فندم دكتور شريف. أهلا بحضرتك. هذا القانون الذي يحدد نسبة المكون المحلي والإلزام بها، من وجهة نظرك كيف ترى ضرورته وأهميته في إطار الصناعة المصرية، وهل يمكن تطبيقه في الواقع بشكل فعلي؟ الحقيقة يعني أنا هقول لحضرتك مثل هيجاوب على السؤال اللي حضرتك بتسأليه. أولا طبعا تشجيع المنتج المحلي، كل الدول بتشجع المنتج المحلي بما فيها أمريكا. نعم. أمريكا عملت رسوم غير معترف بها، يعني هي بتسحب نفسها من اتفاقية الجاز علشان تحمي الصناعة الأمريكية من المنتجات الصينية، وبالتالي احنا من حقنا ان احنا نحمي المنتجات المصرية بكل السبل. لكن السؤال، هل هذه الحماية مرتبطة بواقع وبإنتاج فعلي، ولا هذه الحماية ستكون نقدر نقول سبيل لدلع بعض المنتجين لانه عارف ان هو هيتاخد المنتج بتاعه مهما كانت نوايته. انا لاني محتاجه لانه ملوش بديل جوه. لان الفكره يا فندم باختصار ان النهارده احنا بنتكلم عن التصدير بشكل كبير جدا، ولكن عمليه الكلام عن تجويد المنتج وتاكيد او تعميق التصنيع المحلي ليس بنفس الدرجة. أنا اتفاجأت، أنا لي واحدة قريبتي ربنا يشفيها وقعت اتكسرت، فروحت أجيب مشاية من مصنع الأهرام المحلي بتاعه في وسط البلد،
ففوجئت كل المنتجات اللي عنده، الكراسي والمشايات والكلام ده كلها مستورده من الخارج ولا منتج واحد. فبقول له ازاي الكلام ده مصنعك؟ قال لي قفلته، لان لقيت ان انا استورد ارخص له منه ينتج من ان انا انتج. دي معادله الحقيقه غريبه. وطبعا في سلع كتير ما فيش فيها رسوم جمركيه، منها ما هو مرتبط بالاعاقه سواء المؤقته او الدائبه، ومنها ما هو مرتبط بعمليه الطاقه الشمسيه، ومنها احنا النهارده الحقيقه عمليه تعميق التصنيع المحلي والتاكيد على اهميته هي دي النقطه. في حاجات لينا فيها ميزات نسبيه وفي حاجات ملناش فيها ميزات نسبيه. على المدى المتوسط ما عادش عمليه الحمايه دي هتنفع، لان النهارده احنا متوقعين احنا اعضاء في اتفاقيه الجات، وبالتالي في فتره معينه انت حضرتك انت بعد شهور قليله المنتج الاوروبي سيدخل الى مصر بدون اي رسوم جمركيه خالص. هل احنا مستعدين؟ هل احنا في العشر سنين اللي اخذناهم مهله؟ لا، وان كنا بنتكلم عن المنافسه فكده المنافسه مش هتبقى عادله، لان هيجي بمنتج سعره افضل كمان بالنسبه للمستهلك، هيبقى ارخص واكود واحسن. هي المشكله بقى ان الضغط الكبير اللي هيبقى على العملة الأجنبية اللي هتستخدم في عملية الاستيراد، وبالتالي احنا لازم التأكيد على حاجات احنا لينا فيها ميزة نسبية. عشان كده كنت بتساءل من بداية هذه الحلقة يا فندم عن فكرة هو ده تم تحديده على أي أساس، وماذا عن المنتجات اللي ملهاش بديل عندي هنا، ما أقدرش أستخدم فيها المكون المصري بشكل حقيقي عشان أطلع بنفس الجودة. أنا مع حضرتك، يعني احنا النهارده الحقيقه احنا بنتفاجئ بقوانين او بقرارات يا اما مش مدروسه يا اما اللي اصدرها ملوش علاقه بالواقع. يعني احنا في حاجات لينا فيها ميزه نسبيه زي منتجات النهارده الرز، نتيجه لمشكله الميه مساحات كبيره مش هتتزرع رز نقدر نزرعها قطن، لان احنا ونرجع سمعه مصر في موضوع القطن. النهارده في بعض المنتجات اللي ممكن يبقى لنا فيها ميزه نسبيه كبيره جدا زي صناعه الملابس الجاهزه، ونجحت في اكتر، وبقى عندنا بعض الماركات المصريه بدات ان تكون اقليميه وان شاء الله ممكن تبقى دوليه. الحاجات اللي لنا فيها ميزه نسبيه، انا بتفق مع حضرتك في فكره طرح الميزه النسبيه، لكن برضو خلينا نقول ان احنا ما نعرفش كل جوانب المحيطه بهذا القانون بشكل متكامل، ربما هناك جوانب اخرى لم تتضح بعد في عمليه طرحه. فاسمح لي يا دكتور شريف ان انا انتقل بالحوار مره اخرى للمهندس فايز ابو خضره، عضو لجنه القوى العامله بمجلس النواب. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. دلوقتي لما انا بتكلم عن مشروع قانون او قانون بهذا الحجم وبهذا التاثير، بالتاكيد سيكون له وضعيه خاصه في التاثير على سوق العمل الخاصه بعمليات الصناعه بشكل كامل. كيف ترى هذا التاثير؟ اولا انا برحب بضيفك الكريم، وانا متفق معاه تماما في كل ما قاله، انه بيتكلم كلام عظيم وكلام فعلا واقعي وحقيقي. احنا عشان لو فعلا عايزين نعمل حمايه للمنتج المصري، نشوف ايه المنتج اللي احنا بارعين فيه او نقدر فعلا ننافس فيه. وحنيه لو انا خدت على الاطلاق حضرتك، انا كده مش هنجح في حاجه. لا، انا ركز واخد الاشياء اللي انا فيها فيها ميزه نسبيه زي ما معالي الدكتور قال، ونبدا نركز عليها، نبدا نشجع بيها، نشجع. لان انا عندي النهارده حضرتك بجيب كل حاجه من بره بالنقد الاجنبي، النقد الاجنبي ده مش متوفر عندي، وانا بحارب في كل جهه عشان اوفر النقد الاجنبي، فكل اللي انا بستورد من بره فده النقد الاجنبي بتاعي بيطلع كله في الاستيراد. فانا بقول لا، انا النهارده اشجع المنتج المصري بتاعي في الحاجات اللي هي فيها ميزه نسبيه، احطها على طريق التنافسيه العالميه. النهارده حضرتك لو انا فعلا يعني شجعت المنتج المصري في المشاريع المصريه، المستثمر الاجنبي هيفكر 100 مره ان هو هينزل مصر يعمل مصنعه هنا بدل المصانع اللي عندي المتوقفه، ال 2000 مصنع المتوقفين عندي. لا، هيشتغلوا. المستثمر الاجنبي هينزل بخاماته، وهو عارف ان مصر سوق واعده، عارف ان مصر سوق رخيصه، العماله فيها رخيصه، هينزل عندي يعمل المنتج عندي بدل ما اجيبه من بره، لا هو يعمله عندي بدل ما انا افرض عليه رسوم. وزي ما معالي الدكتور قال، يعني امريكا نفسها يعني بتحارب الصين دلوقتي، يعني حرب اقتصاديه عشواء
عشان المنتج الامريكي اللي عايز يثبته ويبقى له الميزه. النهارده ليه انا ما وانا هل انا على قدم المستوى الاقتصاد الامريكي؟ لا ده انا اقل بكتير. فانا اولى ان انا ادفع عن المنتج بتاعي، اولى ان انا ادفع الاقتصاد بتاعي. فانا بصراحه بقول ان احنا والنهارده حضرتك لو المستثمر ده جه المستثمر واثنين وثلاثه وعشره نزلوا السوق المصري هوفر فرص عمل للشباب، هوفر فرص عمل انت عارف حضرتك احنا عندنا بطاله توصل وقت 11%، يعني ان شاء الله تبدا هذه العماله تقل، واحنا عندنا عماله مدربه وعماله واعده لكن مش لاقيه المجال ان هي تشتغل. فاحنا انا باكد ان هذا القانون قانون يعني فعلا تاخر كثيرا، ولكن برضه زي ما معالي الدكتور قال لابد ان يكون في الاشياء اللي انا اقدر انافس فيها، مش كل حاجه اقول والله انا همنع استيرادها او انا هخش في تصنيعها. نعم لا يطبق على يعني على كل الحالات، لكن احنا بنختار الحالات اللي هي المميزه والمناسبه لينا في الصناعه المصريه اللي احنا بننفرد بيها بشكل حقيقي. تمام يا فندم. نعم. خاصه المنسوجات المصريه، احنا في الستينات يا فندم كنا رواد العالم في صناعه المنسوجات في الستينات. نعم. ففعلا احنا فعلا تاخرنا كثيرا في التصنيع المصري. نعم نعم نعم. أشكر ضيفين الكريمين دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي والمهندس فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة، جاءت إضافتكم كريمة في هذا الجزء من الحوار ببيان الفارق في عمليات التطبيق التي لا ندري ربما لدى أصحاب القانون أو مشرعين القانون ومن درسوه الدراسة الحقيقية في هذا الإطار التي لا تبدو وافية الجوانب لدينا، وربما تطرح في القريب العاجل مرة أخرى للمناقشة عبر همزة وصل من جديد. لم يتبقى لنا سوى طرح سؤال حلقة الغد، وهو كيف ترى مبادرات المصريين بالخارج فطارنا مع أهلنا لإعداد الخيام الرمضانية خلال الشهر الكريم؟ كيف ترى مبادرة المصريين بالخارج فطارنا مع أهلنا لإعداد الخيام الرمضانية خلال الشهر الكريم؟ وهذا هو سؤال حلقة الغد الذي نرغب أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت في الإجابة عليه من خلال همزة وصل إي جي والطرق الملائمة التي تجدونها مناسبة لكم. إلى أن نلقاكم لكم منا كل التحية. شكرا لكم.